يا ابو يزيد اخوي طلعت عي السوري وديا. انا قلت 100% مشغل عيسى ولا مشغل عيسى؟ لا طلعت عي البصات من هنا من كل عيد اخبط ابوك. انجل انجل الشباب اول حطوا انجل واقف الراس. وبعدين اجوا هناك ما عمره شافوا شيء كذا. بلد الكويت ها نزعل هذا الشباب السعودية الجن واقف كذا تدفع فلوس رش قالت لعيونك ابو يارا احس ان علي مسؤولية مسؤولية الوطن العربي كله ضعيفين ما نعرف شيء ابو يزيد انت اصلا اقصر اقصر علي انت اصلا وش موديك هنا ها وش موديك انا رش من شيء اساسا لا قاعد الحين تقول ها بين الكراسي ما ادري عن عمره